السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عميلة لنقف على مشروع نتاع المحول الطرقي في ولاية ميلة اللي يقع حول الطريق يعني الطريق الأساسي اللي راح يربط مدينة ميلة بطريق السيار شرغلب. إذا فيه مشروع راح يعني قيد الإنجاز نتاع ازدواجية وتحسين مسار نتاع الطريق الرابط بين مدينة ميلة وطريق السيار شرغلب. إذن وفي هذا الإطار فيه مشروع كبير تاع محول، واحد من أكبر المحولات في الجزائر. إذن الأشغال تبدو يعني متقدمة جدا. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول زيارة والي ولاية ميلة إلى هذا المشروع، والسلام عليكم. هادو راه غادي يكونوا لي فودوالي جاي باش يحطو.